بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 139. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. انتهى بنا الحديث في الحلقة الماضية إلى ما ذكره الشيخ عند قوله أن ما لم يحدث، أن كل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة، وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق فقد يكون مصلحة. وفصل في ذلك ثم قال هنا، وهذان المعنيان من فهمهما انحل عنه كثير من شبه البدع الحادثة، فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحدث قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها، وقد أشرت إلى هذا المعنى فيما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الشيخ رحمه الله في معرض الرد على من يحسنون البدع، نعم، ويقولون لأن فيها مصالح، نعم، والمصالح معتبرة في الشرع. فالشيخ رحمه الله يجيب عن هذا بأن ما كان سببه موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به ولم يشرعه لأمته مع أن السبب موجود، فهذا دليل على أن هذا لم يشرعه الله ولا أمر به، نعم، وأن ما يزعم فيه من المصلحة أن هذا الزعم غير صحيح، فإن الشارع ما ترك شيئا فيه مصلحة للعباد إلا شرعه لهم، وما ترك شيئا فيه مضرة للعباد إلا نهاهم عنه. الحمد لله. فلو كان في هذا الأمر مصلحة لما تركه الله عز وجل في حياة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك البدع، فإنها لو كان فيها مصلحة لم يتركها الشارع، بل إن الشارع نهى عنها، قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأما ما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسبق له نظير في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ينظر إن كان سببه ذنوب العباد، نعم، فإنه لا يحدث حكم جديد لمنعهم من ذلك، وإنما يمنعون من الذنوب التي هي سبب حدوث هذا الشيء، يمنعون من إحداث السبب، ولا يوضع حكم جديد لردعهم عن هذا الشيء. فأما إذا حدث هذا الشيء وليس سببه ذنوب العباد وفيه مصلحة، فهذا كما سبق أنه من المصالح المرسلة التي اختلف العلماء فيها هل تعتبر أو لا تعتبر. نعم. قال: وقد أشرت إلى هذا المعنى فيما تقدم، وبينت أن الشرائع أغذية القلوب، فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن، فيتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث. نعم. وهذا أيضا وجه قوي في رد البدع، كما سبق أن الناس إذا أحدثوا البدع فإنها ترفع السنن، نعم،
وترخص عند الناس السنن، وهذا شيء مشاهد. نعم. وضرب لذلك مثلا بالإنسان الذي يقتدي بالخبيث، بالطعام الخبيث، فإنه لا تبقى عنده شهوة للطعام الطيب، لأنه قد أخذ نهمته. نعم. من الطعام الخبيث. فكذلك من تعبد بالبدع وشغل وقته بها، فإنه لا يبقى محل للسنن، لا يبقى عنده محل للسنن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك العلماء إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا ما فيه من البينات التي هي حجج الله، وما فيه من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، وأقاموا حكمة الله التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهي سنته، لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الناس، ولميزوا حينئذ بين المحق والمبطل من جميع الخلق. وكذلك العلماء لو أنهم عملوا بعلمهم ونشروه على الناس وعلموا الناس الخير ونهوهم عن الشر، لتزايد العلم والفقه في دين الله، ولا ابتعدت عنهم البدع والشرور والمنكرات. ولكن لما سكت كثير من العلماء أو بعض العلماء حصل الخلل في هذا الأمر. نعم. قال: وجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الناس، ولميزوا حينئذ بين المحق والمبطل من جميع الخلق، بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة، حيث يقول عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كذلك لو أن العلماء أعملوا التفقه في دين الله والتبصر في دين الله، ونزلوا الوقائع والحوادث على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، لوجدوا لها حلولا ناجعة، لأن الله جل وعلا ضمن كتابه كل ما يحتاجه الخلق. ولكن هذا يرجع إلى أن العلماء يبذلون جهدهم في استخراج الأحكام من هذا الشرع ومن هذا الكتاب والسنة. لو فعلوا ذلك لوجدوا لكل نازلة حلا، لكل نازلة حلا. والله جل وعلا يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال سبحانه وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلما قصر العلماء أو بعض العلماء قصروا عن التفقه في دين الله وعن بذل الجهود في استنباط الأحكام الشرعية، واقتصروا على التقليد الأعمى، حصل ما حصل من الخلل، حتى وصمت الشريعة بأنها ناقصة وأنها لا تصلح لكل زمان أو لكل مكان. وهذا ليس لنقص في الشريعة، ولكنه لنقص في مدارك الناس وعمل الناس. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا استغنوا بذلك أي العلماء عما ابتدعهم، كما أن الولاة لو قاموا على تطبيق الشريعة والحكم بها على الوقائع، ووضعوا كل حكم على موضعه، لاستتب الأمن ولا حصل الخير للمجتمع. فلما تكاسل ولاة الأمور عن تطبيق الأحكام الشرعية، أو دخل فيها شيء من الهوادة أو المهادنة، حصل بذلك الخلل الكثير في الأمن. نعم. قال: ولا استغنوا بذلك عما ابتدعه المبتدعون من الحجج الفاسدة التي يزعم الكلاميون أنهم ينصرون بها أصل الدين، ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنهم يتمون به فروع الدين. كذلك من ناحية الاستدلال، لو أن العلماء أعملوا وسائل الاستدلال الصحيحة من الكتاب والسنة التي كان عليها سلف هذه الأمة، ولم يلجأوا إلى علم الجدل وعلم الكلام وعلم المنطق، لحصل العلم النافع، وحصل بذلك الفقه في دين الله عز وجل من غير حاجة إلى قواعد المنطق وجدليات المنطق التي
استغنى بها كثير منهم عن كتاب الله وسنة رسوله، حتى قالوا إن الآيات والأحاديث دلالاتها ظنية، وإن دلالات علم الكلام وقواعد المنطق إنها يقينية، وسموها البراهين اليقينية العقلية، فقدموها على الشرع، وإذا اختلفت مع الشرع يخضعون الشرع لها ويؤولون الشرع من أجلها، لأنها بزعمهم يقينية وبراهين عقلية، وأما الشرع فعندهم أنه دلائل ظنية. أي نعم. نعم. قال: ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنهم يتمون به فروع الدين. نعم، هكذا دخل علم الكلام بهذه الطريقة، أنه يراد به الرد على الملاحدة والرد على الكفار وغير ذلك، وأنه يراد به أيضا قوة الحجة وقوة البرهان، وعند ذلك أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله، كما سبق أن المبتدع إذا تغذى بالطعام الخبيث فإنه يزهد في الطعام الطيب. نعم. وما كان من الحجج صحيحا ومن الرأي سديدا فذلك له أصل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهمه من فهمه وحرمه من حرمه. إذا قالوا إن قواعد المنطق وعلم الكلام فيها أشياء صحيحة، نقول هذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلسنا بحاجة إلى أن نأخذ هذا الصحيح من علم الكلام وعلم المنطق، بل نرجع إلى كتاب الله، وما كان مخالفا لكتاب الله فإنه باطل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكذلك العباد إذا تعبدوا بما شرع من الأقوال والأعمال ظاهرا وباطنا وذاقوا طعم الكلم الطيب والعمل الصالح الذي بعث الله به رسوله، وجدوا في ذلك من الأحوال الزكية والمقامات العلية والنتائج العظيمة ما يغنيهم عما قد يحدث في نوعه كالتغبير ونحوه من السماعات المبتدعة الصارفة عن سماع القرآن وأنواع من الأذكار والأوراد لفقها بعض الناس. وهذا صنف ثالث. نعم. من الأصناف الثلاثة: الصنف الأول الولاة والحكام. نعم. والصنف الثاني العلماء. نعم. والصنف الثالث العباد. نعم. الذين يتعبدون بالبدع من الأذكار المبتدعة والصلوات المبتدعة والأغاني والأناشيد التي يسمونها الأذكار وغير ذلك، فلو أنهم اشتغلوا بالسنن وأحيوا السنن لا أغنتهم عن البدع. فمثلا الصلاة، لو أن هذا العابد اقتصر على الصلوات المشروعة، صلاة الضحى، صلاة الليل، الوتر، الرواتب التي مع الفرائض، النوافل المطلقة، لشغلت وقته واشتغل بها في عن البدع وأغنته عن البدع، بينما أنهم على العكس اشتغلوا بالصلوات المبتدعة، صلاة التسبيح، صلاة الرغائب، صلاة كذا وكذا، وكذلك في الأذكار أحدثوا أذكارا طرقية أحدثها رؤساء الطرق الصوفية ما أنزل الله بها من سلطان، الصلاة التيجانية، الصلاة البرهانية، الصلاة الكذا وكذا، وتركوا الصلوات الشرعية والأذكار الشرعية. وكذلك الذكر، ذكر الله عز وجل أحدثوا له أذكارا مبتدعة باطلة، مثل الله 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 هو 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 وما أشبه ذلك، وهذه ليست أذكارا في الحقيقة، أنها ليست أذكارا. فالله الله بدون جملة تامة، كأن تقول الله أكبر أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وكذلك هو هو ضمير غائب منفصل، ماذا يعطي من المعنى؟ ليس له معنى. لكن لا قلت الله لا إله إلا هو تم المعنى. فهذه أذكار مبتدعة اشتغلوا بها وتركوا الأذكار الشرعية في القرآن والسنة. نعم.
قال في نوعه أو في قدره كزيادات من التعبدات أحدثها من أحدثها. نعم، قد يكون الذكر والصلوات مشروعة في الأصل، لكن زادوا عليها صلوات وأذكار غير مشروعة، أو أضافوا إليها صفة أو وقتا لا تشرع فيه، فصارت بدعا إضافية. لأن البدعة على قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية هي التي ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كإحياء بدعة المولد، هذه ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تكون إضافية، مثل أن يكون أصل العمل مشروعا لكن يأتي به في زمان لا يشرع فيه أو مكان لا يشرع فيه، فيزيد صفة من عنده، مثل الصلاة ليلة النصف من شعبان. الصلاة الليل مطلوبة، ولكن تخصيصها في ليلة معينة بدون دليل هذا يجعلها بدعة إضافية، وهكذا. نعم، قال: أو في قدره كزيادات من التعبدات أحدثها من أحدثها لنقص تمسكه بالمشروع منها. نعم، أو زيادة مبتدعة على المشروعة، مثل ما سبق التمثيل، لو زاد على صلاة الفجر جعلها 3 أو 4 ركعات، أو المغرب جعلها 4، أو العشاء الرباعية جعلها 5 ركعات، ويقول هذا ذكر لله وعبادة لله، فنقول عبادة الله بما شرع، وأما الزيادة فهذه باطلة وبدعة. نعم. قال: وإن كان كثير من العلماء والعباد بل والأمراء معذورا فيما أحدثه لنوع اجتهاد. نعم، وإن كان من أحدث هذا الشيء قد يكون معذورا إذا كان مجتهدا يلتمس الحق ولكنه أخطأ، فنحن نعذره لاجتهاده وهو مأجور على اجتهاده، لكن لا يجوز لنا أن نأخذ ما ابتدعه وأحدثه، وهو أيضا لا يجوز له إذا علم أنه مخطئ أن يستمر على خطئه، فإذا استمر على خطئه لم يكن معذورا حينئذ. نعم. فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح، وإن كان التارك له قد يكون معذورا لاجتهاده، بل قد يكون صديقا عظيما، فليس من شرط الصديق أن يكون قوله كله صحيحا وعمله كله سنة، إذ كان يكون بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب واسع. نعم، أولى الناس مرتبة وأعلاهم مرتبة الصديقون، فهم بعد الأنبياء، ولكن ليس معنى هذا أن يكون الصديق معصوما لا يقع منه خطأ، وإنما المعصوم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، المعصومون هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغونه عن الله سبحانه وتعالى، ومعصومون أيضا عن الكبائر، هذا بالإجماع أنهم معصومون فيما يبلغون عن الله ومعصومون عن الكبائر. وأما الصغائر فإنهم معصومون من الاستمرار عليها، إذا حصل شيء منها فإن الله ينبههم ويتوبون ويتركونها، فهم معصومون منها في النهاية، قد لا يكونوا معصومين في البداية. فالحاصل أن العصمة إنما هي لرسل الله عليهم الصلاة والسلام، أما من عدا الرسل وإن كان من أفضل الخلق كالصديقين فإنه ليس معصوما من الأخطاء، ولا وبناء على ذلك لا يجوز لنا أن نأخذ ما أخطأ فيه ولو كان صديقا، فكيف إذا كان من أدنى الناس مرتبة وعلما أن نأخذ بأقواله وأفعاله، لأنه عابد، لأنه عالم، لأنه رئيس طريقة، لأنه ولي لله؟ لا، ما نأخذ الخطأ أبدا من أي كان، لكن المخطئ قد يكون معذورا ومثابا عند الله سبحانه وتعالى لاجتهاده وعدم تعمده للخطأ. أما نحن إذا تبين لنا الخطأ ليس لنا أن نأخذ بخطأه نظرا لمنزلته أو مرتبته. نعم. هذا الكلام شيخ قد ينقل عن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يفهم كثير من المستمعين، أو يحمل عنه غير ما أراد رحمه الله، أنه أحيانا يكون المخطئ معذورا أو مأجورا، لكن القصد أنه ليس معنى ذلك أن يتبع في خطأه مثل ما أشرته. نعم، هو كذلك، قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، فصار مثابا على اجتهاده ولو كان مخطئا. لماذا؟ لأنه يريد الحق، ما تعمد الخطأ،
وإنما يبحث عن الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا أو قاربوا. والتسديد هو الإصابة، والمقاربة هي مقاربة الإصابة ولو لم يصب، ما دام أنه بذل جهده وأفنى وسعه في طلب الحق لكنه لم يوفق إليه فهو معذور ومأجور على اجتهاده، لكنه نعم. لا يتابع فيما أخطأ فيه. هذا بالإجماع أنه لا يتابع على الخطأ، حتى هم لا يرضون بهذا. الأئمة الأربعة حذروا من اتباعهم وأخذ أقوالهم مجرد عن الدليل حتى تعرض على الدليل. على الدليل، فما وافق الدليل يؤخذ به، وما خالف الدليل يطرح، كما قال الشافعي رحمه الله: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والكلام في أنواع البدع وأحكامها وصفاتها لا يتسع له هذا الكتاب، وإنما الغرض التنبيه على ما يزيل شبهة المعارضة للحديث الصحيح الذي ذكرناه، والتعريف بأن النصوص الدالة على ذم البدع مما يجب العمل بها. رحمه الله مع ما أفاض فيه من العلم الغزير في هذا الكتاب يعتذر ويقول إن الكتاب لا يتسع للاستقصاء، فهذا يدل على غزارة علمه رحمه الله، وأن عنده شيئا كثيرا ما يسمح الكتاب أو المكان للإفاضة فيه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. المؤلف مضى يقول رحمه الله: الوجه الثاني في ذم المواسم والأعياد المحدثة، وسندع هذا إن شاء الله إلى لقائنا القادم. في نهاية هذا اللقاء نشكر صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، ونشكر لمستمعين الكرام حسن استماعهم، ونسأل الله ينفعنا وإياهم بما نقول ونسمع. وهذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي عبد الله السلولي، حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.